طيب يا جماعه، كلنا عارفين كده ان احنا في حياتنا دايما بيكون عندنا مشكله في البدايه. البدايه في اي شيء في حياتنا بنبداه، دراسه، شغل، تمرين، اي حاجه. لكن احنا دايما ما بنفكرش ازاي ممكن ابدا صح، ازاي اقدر اظبط حساباتي صح، ازاي ده يكون اسلم طريق ان انا ابدا فيه صح. ويمكن لو كل حاجه بدأناها صح أكيد النتيجة في الأول أو في الآخر هتكون مرضية وجميلة. وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة في الفقرة مع الداعية يوسف عادل، عشان نعرف كده إيه هي البداية الصح مع ربنا إن شاء الله. كده ربنا يتقبل مننا كلنا صالح الأعمال. ازيك يا يوسف؟ ازيك شيف، أخبارك عامل إيه؟ إيه الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. دايما حياتنا كل حاجة بيبقى ليها بداية، زي ما أنت قلت يا شيف في البداية. دراسة، شغل، علاقة، زواج، كل حاجة بتبقى ليها بداية. البداية لو بدأنا ان احنا بدأناها صح فعلا هنوصل لنهاية سعيدة، نهاية كلنا نتمناها. وكمان تعال نفكر ان احنا داخلين على سنة جديدة، فالسنة الجديدة دايما متعودين، وزي ما انتوا كنتوا بتتكلموا في الفقرة اللي قبل كده، ان كل واحد بيبدأ يكتب الخطة بتاعته، انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وللأسف كلنا ايه بنوصل لاخر السنة نبدأ نراجع الحاجات اللي كتبناها صح. وممكن ما نكونش ايه انجزنا حاجات كتير من ضمن الحاجات اللي عملناها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ده اول مبدا، خير الاعمال ادومها وان قل. اهي دي قاعده سحريه، اهي دي قاعده النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. بيقول لك لو انت عايز افضل الاعمال اللي تخليك تبقى ناجح في حياتك وتخليك تبدا بدايه صح، ادومها. يعني ايه ادومها؟ يعني اللي انت بتستمر عليها. يعني انت النهارده لما تيجي تقول انا السنه دي عايز اظبط جسمي مثلا فنزل الجيم، حاول تحافظ بس يا رب لو 10 دقايق ربع ساعة، علشان خاطر انك انت تبدأ كل شوية بتطور. فانت اكتر حاجة بتعملها في البداية هي الاستمرار في الحاجة اللي انت بتعملها، فلما بتستمر بتلاقي انجاز صغير صغير صغير، في النهاية بتوصل للحاجة الكبيرة. لكن المشكلتنا هنا احيانا ان احنا بنبقى عايزين، احنا هنبدأ في ايه اصلا؟ يعني احنا هنبدأ في علاقة مع ربنا، ونبدأ في علاقة مع نفسنا، ونبدأ في علاقة مع الأشخاص اللي حوالينا. العلاقات أكيد مش في الآخر، مفيش إنسان هيعيش لوحده، يعني في النهاية كلنا بنعيش في مجتمع. هو الأصل إن احنا أول حاجة خالص نبدأ بداية مع ربنا صح. طبيعي. يعني إيه نبدأ بداية مع ربنا صح؟ الأساس اللي اتكلمنا عليه كتير قوي بقالنا سنين، اللي هو أبدأ أراجع بس حساباتي مع ربنا. هو أنا حياتي عاملة إزاي؟ وعباداتي اللي ربنا أمرني بيها عاملة إزاي؟ وابدأ ان انا ابدأ احط خطوة بخطوة. يعني انا النهاردة مقصر في الصلاة، يبقى رقم واحد ابدأ احط في الصلاة. بس اقول ايه؟ اقول خلاص انا هلتزم بده، حتى لو الفروض الخمسة بس ما بنتكلمش في سنن، فانا هبدأ التزم بده. فعلاقتي مع ربنا لما تبدأ تتظبط، هتلاقي علاقتك مع نفسك بتبدأ تتظبط، هتلاقي علاقتك مع الناس بتبدأ تتظبط. لكن في العلاقة مع ربنا البداية لما بتبدأ غلط بتنتهي غلط. يعني لما بتبدأ غلط بتنتهي غلط؟ انا خلاص يا جماعة انا هعمل كل حاجه صح، انا هسيب كل حاجه، ان شاء الله مش هتعمل اي حاجه. هي دي قاعده، انك انت لو متخيل ان انا هدخل، انا هصلي الخمس فروض، انا هصلي قيام ليل، انا هصوم اثنين وخميس، انا خلاص هقفل علاقاتي خالص في كل حاجه ممكن. يا جماعه نهدى كده ونبدا نفكر صح. كده اه طبعا مش كده، تدريجي على الاقل طبعا. بس في الاساسيات او الحاجات اللي توصلك لطرق تغضب ربنا، لا بنوقف ونستعين بربنا. يعني النهاردة أنا عندي شخص كل ما بشوفه بيوصلني لطريق هيغضب ربنا مني، وصلنا طريق مخدرات، طريق يلا نعكس بنات، يلا مش عارف نتصاحب فين، يلا نسافر فين، بنمشي مش عارف ده. لا، وقف مؤقتا. يعني أنت عارف إن ده مش منهجنا صح، لكن مؤقتا لحد ما ربنا يمن عليك وتبدأ تمشي في الطريق، وتبدأ وتاخد يعني خطوات كده تحس إنك أنت ثابت. أنا بقول لك اوعى تسيبه، هترجع له تاني تقول له إيه؟ تعالى. بس انت تبقى أسست نفسك. لكن النهاردة لما تيجي تقول هبدأ مع ربنا بخطوات، حط بس نقطة او اتنين. يعني احنا داخلين على السنة الجديدة، انا مقصر في الصلاة، ما ينفعش تيجي في شهر 12 20 23 تبقى لسه ما بتصليش. ما ينفعش تيجي في 20 23 تبقى مزعل باباك ومامتك. شايف الاساس ما هو ربنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وبالوالدين احسانا. ربنا رتبها بعد العباده بر الوالدين، فما ينفعش ان انت النهارده الحاجتين دول يبقى فيهم خلل عندك صح. ده انت بدعوه ام وبدعوه اب ربنا يعليك درجات في الدنيا وفي الاخره. فما ينفعش ان انت النهارده طول السنه وتيجي بقى ايه من مداخل الشيطان اللي بيعملها معانا الفترات دي، ان بيبدا يجيب لك حاجات صغيره يكبرها لك ويعظمها لك، ويجي حاجات
كبيره يقللها في نظرك ويحسسك انك انت اصلا ما بتعملش حاجه. فلما تيجي تبدا البدايه اعرف الحاجه اللي انت بتعملها، اعرف انك انت تسيب الصلاه دي كبيره من الكبائر، قد تكون لو ربنا قدر ليك انك تسيب الدنيا وانت ما بتصليش في كلامهم انت هتحاسب ولا لا، انت من المؤمنين ولا اخبارك ايه، فهتدخل في جدال انت في غنى عنه انك انت تبدا تقول ايه لا خلاص انا صلاتي خلاص. يبقى كده ايه علاقتك مع ربنا؟ طب ذنب معين بيبعدني عن ربنا هوقفه، يبقى كده نقطتين ابدا اشتغل عليهم ونفتكر خير الاعمال ادومها وان قل، فاحنا خدنا نقطتين في علاقتنا مع مين؟ مع ربنا.